مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. معنا خبر آخر خاص بإعلان هيئة الدواء المصرية عن تدشين المنصة الإلكترونية بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل عن طريق ميكنة جميع الإجراءات وكافة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة، وده لتسجيل مستحضرات التجميل. وتفاصيل أكتر عن هذا الخبر احنا بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية. صباح الخير يا دكتور. طبعا الخير يا فندم، معانا السنه دي. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. بدايه يعني خلينا نعرف من حضرتك توضيح اكتر عن هذا الخبر، وكمان نعرف اهميه تدشين المنصه الالكترونيه. اولا هيئه الدواء المصريه هي المنوطه ب سلامه وتداول والتاكد من انه ما يباع على جميع المواقع واخد تصريحه وتم تحليله وتم التأكد من سلامته. وبناء عليه هيئة الدواء بتعمل نوع من أنواع التنظيم في إجراءات التسجيل والتداول، بحيث أنه هو المنظومة الحديثة هي منظومة بتعتمد على سرعة التسجيل، وفي نفس الوقت هيئة الدواء بتعمل تتبع لهذه المنتجات على جميع المواقع وفي أثناء التسجيل. نعم. طب خلينا نفهم من حضرتك أكتر يا دكتور، يعني أي صفحة أو بيج على المواقع التواصل الاجتماعي بكل صورها لازم تخضع للرقابة، ولا يعني هيتم فقط يعني الصفحات الخاصة بمستحضرات التجميل فقط لازم على كل منتج تجميلي هيكون لي يعني كود أو حاجة إلكترونية علشان ما يكونش طبعا في سوق سودة؟ هو زي ما حضرتك قلتي أنه هو الهيئة أول حاجة بيتم التسجيل على موقع الهيئة، العلبة بشكلها مكوناتها رقم تسجيلها وكده. بعدين أي منتج بيتم الإعلان عنه بيتم مطابقته من خلال الموقع، إن هو يكون المنتج ده واخد رقم تسجيل فعلي وتم تحليله وتأكد منه، وبناء عليه يتم تداوله أو كده. تمام؟ نعم. طب يعني بنتكلم برضو مع حضرتك يا دكتور عن يعني مدى انعكاس هذا القرار على تشجيع الإنتاج المحلي، طبعا عشان زي ما قلت منع السوق السوداء. أنت حضرتك لو بصيتي أنه مستحضرات التجميل في الفترات الأخيرة كانت ما فيش ليها ضوابط محددة، وكان في مصانع اللي هي تقدري تقولي ان هي مصانع تحت بير السلم وكده. فبناء عليه هيئة الدواء النهاردة بتقنن الأوضاع داخل هذه المصانع، وفي نفس الوقت بتتابعها، وفي نفس الوقت بتمنع الغش، لأنك لو بصيت على الفيسبوك هتلاقي معظم اللي ما يباع في مستحضرات التجميل هتلاقيه تفتيح البشرة والتخسيس وسقوط الشعر والقصص دي كلها حاجات مجهولة المصدر. فالنهاردة الهيئة بتحط إيديها على أول الطريق لمحاربة ظاهرة الغش والتداول الغير لان بيكون في اثار جانبيه وسلبيه ضاره جدا، وبنرجع نبدا تاني نعالج وندور على العلاج ونقول ايه النتيجه اللي ادت ان احنا وشنا يبوظ او شعرنا يتساقط بالشكل ده. بالظبط. نعم. وعشان كده احنا الهيئه النهارده ماشيه في بدايه مشروع لميكنه وسرعه ومتابعه المستحضرات التجميل كبداية. نعم. وسوق المستحضرات التجميل هو سوق كبير. صحيح. وبالتالي هو لابد من وضع ضوابط له، وده حفاظا على صحة المواطنين. أكيد أكيد. دكتور يعني هو النظام ده موجود في دول تانية ولا إحنا تقريبا أول دولة نطبق هذا النظام؟ لا، هو موجود في دول أوروبية ودول أمريكية، يعني الدول المتقدمة موجودة فيه، وإحنا طبعا بنحذو حذوهم. عشان كده
عن شأن هيئة الدواء المصرية. صحيح صحيح، بنتمنى فعلا تطبيقه في أسرع وقت، لأنه زي ما قلنا هام جدا في التوقيت الحالي بالسوق السوداء اللي بنشوفها والمصانع اللي بتكون فعلا زي ما حضرتك قلت بتكون يعني تحت السلم. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. بشكرك دكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.